كو هلك كبلا بنت النجاح يسكسسفول كيقولشو وقفكو إنه حبين يم معلم بآمن سنادو أو وقفكره نلاشي س إنه يسوي مسؤول كي هاي بقال كي بقال قول لما يسترن يعني قفكو إنه شنتي الرماد الأورنجية عجلة الحياة المتزنة شنطة قيبودة نلاش قفك بن آدم كان الربق عرنت طبعي كده يعني شنطة قيبودة للربق قفك بن آدم كاهي إنه كقول يستمر كود قول يست وعند دقتها هدي نلاش هذا كقول يستنا عذبون بلفها قول يست هدات فشل أنت عذبون بلفها أو فشل لا أحد قفك له وعرنتها صامين كله أما السبب كله أما عضو إيرسطه أما عضو استكح الرغدة ما تشيريو في قفك بن آدم كلا قبسي بوليه تسوى كل الشيو تشيري هدي قبو لقيو يقبو قابس كلا قبسة ده هدي ميل سوى أمانة تشيو غير رفاد لقيو يمن رصاص تول عيسو أفر عشاء كده بس كلا قبسة ده وتأقلم وحو سما يستبي أدا إنو ابن آدم كو فهمو الله فالقلو فالقلب وصمي قفك بن آدم شان حير بان سوى قد بن دونا أو آساسو عيد كستو دوني سين النجحدو آساسو عيد كستو النجحدي أما الله شيء أما يعني لو شيء جني عد كستون نتحدي يدا أساسه والله جاي بقف كونه علمي هو قاطه سنة كلا درس محاضرة أما قراءة كآخرية أما سكر وهله بحكي الله جاي بقى إنه نلاش برتوا نلاش سدير يرفاد يكديد أيكو برتال الله جاي بقى مركان إن شاء الله تبارك وتعالى عشان تها قانون آيين وشريح الدهرنا هدا دون سنة أبو رتو شخصية ناجحة شخصية ناجحة شخصية ناجحة والنجاح الشامل بنك هذا يعني هو مر والبنات هالسنة أول ولا يعني ضد كل يتجري قول لما يسترن يعني قفكو إنه شنتي الرماد الأورنجية عجلة الحياة المتزنة شنطة قيبودة إنه لش قفك بن آدم كان الربق عرنت طبعي كده يعني شنطة قيبودة للربق قفك بن آدم كاهي إنه كقول يستمر كود قول يست حجر كإلهي ولله تبارك وتعالى الإيمانية وإنه قول يستو قفكو الصحية وإنه حق عافمات كيسة كقول يستو الاقتصادية حق نقالة يو هانتدا قفكو وينو كقوليستو العلمي أقوان أهان قفكو وينو كقوليستو علاقات حرير كذا كقولي هاي وينو كقوليستو شنطة وينو كقوليستو معنى الله ليه معنى أي تريسا ما ترتو قفكو هادو اللي ما دو حالي راح ذا النجاح الجزئي قيبان الله شكمد هادو كقوليستو ونجاح فاشل بالي راح ذا وانا لنا عنا وكفش ليه هاي لنا عنا وكقوليستو مثلا وحضرك ساقف هانتي بدن هايستا العجوة ونعكس المهرضة بدنا أصعدان لكن ده نرشي كل ربك أبو البرصان هبينا رب بلود كسوة شيء ذي إلهي بكوجو أن يه تبارك وتعالى بلو دخل ربنا بالغية بينه كتير نرشي سوء ولا ليس وحلاقية بمعنى إنه عكسه كلا قف إيمانيات كي عبادة دي لسينهين لكن نرشي كلا وياه مدد كدر النار على الغير كعمها هورسنا ما نبى يحل دونا لقي سوء يلي ما ربنا ماشي لدونا لقي يري هذه مصيبة بكوا حل دونا يا قفوا إنه كدة داله ونجاري كراي النجاح الشامل وانا وحن ماشي بوفر لنا وقت قبضنا وبحنا انه انه ديارنا انه سمركا اينو دمانتين وقفايده سنو اوكي قانون ككوباد حير ككوباد حيرر كواصل كاه قفكو انو نجحو سببته اقوه انو بعد توفيق الله تبارك وتعالى وتحمل مسؤولية نفسك بالكامل 100% قال كودو حكا عبران احترم نفسك قال كودو حكا عبران قدر ذاتك كو هلك كبلا بنت النجاح يا سكسسفول كي يقولشو وقفكو إنه حبين يا معلم بآمن سنادو أو وقفكره نلاشي س إنه يسوي مسؤول كي هاي بقال كي بقال آنو دين عكلات ضال عنن دين عكلاء عن دين عكلاء هذا إنن نلاشي سقفكو إنه يسوي تشو أيو مالك لا جا آفوي فربضا أم بيكين تا إنه مالك لا كتشرة وأنا دقتا هدي نرش هذا كقولي ستنا عذبون بلفها كقولي استي هدات فشل أنت عذبون بلفها أو فشل لا أحد قف كله وأرنتها صامين كله أما السبب كله أما عضو إيرسطه أما عضو استكح الرغدة ما تشريه ما تشريه لا أهل كاجان سبب وأهين قوشة يقول در هذا والله غيا وضدك وين كعاويان لكن بالنهاية هدنا واضيقو والله غيا وضدك وين السبب كون نقضان إن مرك قارك فشليان لكن هدنا آخر كواضيقو أذيكم بقى إلهي تبارك وتعالى وحكو سيئي قوة التأقلم مع الواقع ابن آدم كو حلوه يبقى قوة الله قبسك قوة الله قبسك اللي لابن لي وحيا واقع لما لها الله قبسك يقفك ابن آدم كي الله قبسي بول لي أتساقو كل الشيء كده هدي قبو لقي يقبو قابسك الله قبسك هدي ميل ساقو أمانة شو غير رفاد لقي يمير رصاصته لعيسو أفر عشاء كده بسك الله قبسك وتأقلم وحو السماء يستهبي أدا إنو ابن آدم كو فهمه الله فالقلو فالقلب وسمي يقفك ابن آدم مركا قوشة أتقول ليستنا أضيك وحلانتا
نجاح هذا نجاح دهنا أضيق وجوه رنتاي لا تستسلم زمام كهذا قف كلا يعد كلا هؤديبين هسوجين جوشة أه كهذا كسوجين المها كهذا كسوجين حاس كهذا كسوجين هو يدا يابها حتى كسوجين سببته أه تيجوا بيك سوبر بارير واحد كوكو عاويين أنا ديجا تشيدو وديجا وحكركتو مركا يجي دب هوا كسوجين أو يجي دب هوا إيه وكلهم آتيه يوم القيامة فردا كريبة إلى هيك وابور تبارك وتعالى آخرنا كريبة تيس مركي دقالك أحد الله تبارك وتعالى تضطي من الدين قل هو من عند أنفسكم الله تبارك وتعالى ضدك أي سعري يا صحابة اللي رواء إذنك مركا سكسسفل ك نجاح قوش أتقاريسو وأنا أدعو إسكو تشطو إسكا إلى علي حسابها ضدك أي سوقي جيستان أميرك إلي كتيرين أيام مستقبلك إليهين مثلا dad fara badan waxay isaga noolin hawa ah een walaalkay baa dhoofayo insha Allah isaga wax kara jeeni inuu soo diro maxay baan barabowsal wax raaystayo halkaas aan ka sugeeyaa u fadhiya dabeeto kaas aan ka sugeeyaa halkan habar yartay baan kan ka sugeeyaa noloshiisa gabigeeduba waa intidaarad ala gheer cid kale wax ka sugeeyaa cid kale ku taxay nolosha marka la soo ururiyo waxaa lagu tusaaleeyaa qof gariiq ah qof markuu biyaha ku dhaxdhaco uu qarqoomo ma yiraahdo wartalo dabdamiskii qoladii dabdamisku maxay soo gaari waay wartalo tii dawladda hayd aaway waxa kama fikiro maba haleelo waqti uu kaga fikiro wartalo kii saaxiib ka ahaa ma ku soo gaaro gabiga hamigiisa wuxuu isugu soo urura qofka qariib qeyb iyo ku haftoon warbiyahan sidoo kale baxda halku gaaraba uu laacayaa ilaa ama dad uu ku badbaado ama uu ku dhinto nolosha waa saas ha ku xisaabtaa min cid kale dawlad iyo fulaan iyo hebel iyo kan iyo hadii ilaahay keeno waa alxamdulillaah هداان ربي كيرنا ورب العالمين إلهي بكون الجل جلاله إلهي بكسي أود أتكم المرتو الله منعم إلهي ومنعم ويتبارك وتعالى أدومي ساك لبس يقول نمعي أنا لش مالك قارب أذن كون نعمي أودها إليه نبو أذيك أنا كسي سارك ميس ابن آدم أفرق عماد الله أذيك الله بعض لهذا يقول الله بي أنا الله بعض لهذا مسكح بيلي مسكح بعض الله بين الله بين دون بعض لهذا وهذا حكنا الوكالة تجي لكن iyagu darabo hoona halkan dadka istadriibiyeen ama cilmi ku tadriibiyeen ama waaqaca tadriibiyeen oo tababaro la ilaaliyo waxa wax noqdeen adigana halkaas aad dhibaato ka taaganta ma hakka jildaka mithlu dhufrika fatawalla anta jami'a amrik shafi'i ba loon isbeen jiray jirkaaga kuugu ma xoqo cididaadu sida kuugu xoqdo cid kale waligeed kuugu xoqdo meesha balaado meel ku cunay soo qof kale ay xoqdo kor yar soo hoos yar soo ma yar xooji a yar tad hayna saayo dabtigiisa u rabtay kuugu ma xoqi karo laakiin aad aadaa isugu xoqayo garanaya intani ما كوكو في لانتهاي بسكو ما في الله عدنا هو عبن عدنا وياها هو غشيكين اللهم انا تسلاد هاي قف كان علم بكو عاون يا مي هو غشيكين دتك بدن كود وتمثيل وحكايات الصومين يعني بس سيناريو فيلم بي كامل تلي يعني بدن كو مسكين صاص الله اعانك الله ما دبك ساكو هاي استدك وينين لا تخبرهم باهدا الهي وشيك تبارك وتعالى ددال اسكو تشو وحد هاي ستو سوغي هو كارغاتي كو مركان ناجحين تتكسي ميهين أول ملك استيد ويدا جوغان قانون كوباد إلا قرد قاق إلا انطلاق وحويان مسؤولية دا الزمام كيدا إيهوغان كيدا بقل كيبا بقل أذيغو وقابا شو كانت قاريقا قاديغو اسكوت اسكوتا شو اسكو فكر نلاش هذا عدنا كوما مقنا عيلنا كوما مركا وحوية قدنا عدنا كوما مقنا اوكي قانون كا هدو قفكو سيدا وآمني وايو وآمنو in cid kale wax kaga xiran yihiin dhibaatooyinka ugu weyn ee ku dhacdaaba wax weeyaan col wuxuu ka baxaa culaysi iyo xaasidnimo iyo inkaar meel ay ka socotaan la garanay baan qof ka bixinba wuxuu moodayaa in cid kale wax kala maqanta inta ku xeer xeersan u baahaysanaya aniga walaalkayba ay hortaagan aniga maxay saaxiibkayga heelba ay hortaagan aniga waxay hortaagan nimankan aan la shaqeeyo aniga waxay hortaagan nimankan wadaadada culimada hoos taaganahay aniga waxay hortaagan waxaas qof isku akhrinaya dabeeto cid aan laba haysan iyaga laftoodi naftoodi la halgamaya ayuu cuqdad iyo waxaan jirin u qaadaya cuqdadaasina bitaali salban bay isaga ugu soo noqonaysaa saameyn marka aad u liidata oo negative ah ay ku sameynaysaa marka qaanuunka koowaad waxaan ku dhaafaynaa mar hadda doonayso successfulka iyo najaaxa qaanuunkiisa koowaad waa sidaas waa in dhaatadan iyo naftan kugu jirta aad ixtiraamto taqdiiriso iyada aad value iyo qiimo u samayso oad kor u qaado dhagaxaantu waxay ku kala qiimo badan yihiin desay dahab iyo dhagax caadi u yihiin iyo fidda iyo macaadin ay u yihiin ibnu aadamkuna waxay u kala qaalisan yihiin oo ay u kala qiimo badan yihiin sida ay value-googa kor ugu qaadaan marka value-gaaga iyo qiimaha
شخصي قال لهذا أما إسكيرس كاجا أما قانتها أما رقالها أذو كرو قاد تاسع وحكيني سه إن أتكو قولي ستقانون كوباد ومن قوانين النجاح أو أن تحتمل مسؤولية نفسك بالكامل.